السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم رشاد. السلام عليكم هنا. هل الصوت واضح؟ بعض الثواني فقط نبدأ إن شاء الله. مساء النور. نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم سوف نتحدث في هذا اللقاء الأخير من مقر نور معلومات التجارية دار 436 إدارة أعمال مستوى ثالث. إذا اليوم سوف ننهي مع المحاضرة المرئية 20 في هذا اللقاء الحي 12 وسنقدم الطريقة الثالثة وهي مبدأ تطوير النظام وهي بطبيعة الحال تطوير المستخدم النهائي، ثم سنتحدث عن تزود من الخارج. فترة ذلك سوف نقدم سريعا مقارنة بين إيجابية وسلبية طرق تطوير النظم المختلفة، وسنقدم في الأخير آخر نقطة طريق محلل النظام. يعني هذا سيكون بصفة سريعة، ثم إن شاء الله سوف يكون لنا يعني العديد من الكويزات ومراجعة إن أردت، وبطبيعة الحال سوف أستمع إلى أسئلتكم أو أقرأ أسئلتكم وأحاول أن أجيب عليها. واضح شباب؟ كنا تحدثنا أول قرن تحدثنا عن خلينا نقول يعني ما هي أهم الطرق لبناء نظام البدائل. تحدثنا عن منهج تقليدي في بناء النظام وهو أطول طريقة، ثم أيضا تحدثنا عن إن أردنا يعني تحدثنا عن نموذج تقليدي، ثم تحدثنا عن نموذج تجريبي وأيضا تطبيقات الحزم البرمجية. الحين سوف نواصل مع النظامين الأخيرين وهما تطوير المستخدم النهائي وتزود من الخارج. إذا بالنسبة لتطوير المستخدم النهائي، إذا يمكن لنا أن نطور بعض نماذج حزم المعلومات بواسطة المستخدم النهائي منفردا أو بمساعدة قليلة من متخصصين فنيين. فبطبيعة الحال هنا يمكن أن يقع عملية التطوير النظام باستخدام بعض اللغات وأدوات البرمجية المختلفة، من بينها مثلا لغة الجيل الرابع، لغة التمثيل البياني، وأدوات برمجيات الحاسوب الشخصي. إذا يلاحظ هنا أن المستخدم الأخير بطبيعة الحال يحتاج إلى الوصول إلى البيانات وأيضا إنشاء تقارير مختلفة وإنشاء نظم قواعد بيانات صغيرة بحيث تمثل هذه البرامج حلولا جزئية للمشاكل التي يعاني منها في نظم المعلومات. علما هنا أن العديد من نظم تطوير المستخدم الأخير يمكن أن تنشأ بسرعة أكبر من دورة حياة النظم التقليدية. هذه الطريقة بصفة سريعة عندها بعض الإيجابيات وعندها المحددات. سوف نحاول أن نتحدث بصفة سريعة جدا عن هذه الإيجابيات والمحددات. أولا نجد أن هذه الطريقة تشمل تضمين وإلى أعلى المستخدم النظام. نعم يا مهرة أن أردت بصفة سريعة. نعم يا مهرة قراءة بصفة سريعة. إذا لا زالت تطبيقات الجيل الرابع أيضا غير قادرة على إحلال أدوات مألوفة لبعض تطبيقات الأعمال، وذلك لعدم حدوث معالجة عدد كبير من تطبيقات المعاملات بمنطق إجرائي واسع لمقابلة المتطلبات المتجددة. أيضا هنا يحمل تطوير المستخدم النهائي بعض المخاطر التنظيمية. لماذا؟ لأنه عملية تطوير تحت خارج الآلية التقليدية، وأيضا قد يكون التوثيق غير ملائم. وخامسا إن أردنا يعني يمكن أن تفقد عملية التطوير السيطرة على البيانات خاصة عند خروج نظام الأقسام الخارجية. إذا بطبيعة الحال هنا لابد للإدارة
من السيطرة على تطوير التطبيقات المستخدم الأخير حتى تستطيع تعظيم الفوائد من تطوير تطبيقات المستخدم، ويكون ذلك إما عن طريق طلب مبرر الكلفة من مشروع نظام معلومات المستخدم الأخير، أو إن أردنا عن طريق دعم وتدريب المستخدم النهائي، ومن هنا يقع تزويده بالأدوات اللازمة ونصائح الخبرة التي تعمل على زيادة إنتاجيته، مثل مثلا تأسيس الأجهزة البرمجيات معايير نمطية لتطبيقات المستخدم الأخير. إذا قدمنا المستخدم الأخير بصفة سريعة جدا، يمكن لنا يعني هو طريقة مصغرة جدا في يعني على طريقة نموذج تقليدي. بالنسبة للطريقة الأخيرة وهي طريقة التزود من الخارج اللي يعني نسميها لو فورسينج إن أردنا، هنا بطبيعة الحال يمكن للمنشأة أن تستأجر متخصصين لتزويدها بالخدمات طلب مبرر الكلفة. يعني مثلا جهة المنشأة وقلها اوكي هذا مثلا النظام تحديثه يتطلب مثلا كذا ألف ريال هنا لازم نبرر هذه الكلفة من أي جهة، مثلا هل 100,000 ريال أو 200,000 ريال إلى آخره. يجب نعطي تبرير للكلفة التي يعني تتطلبها الذي يتطلبه تطوير هذا النظام. هل الإجابة واضحة؟ نعم. أردت يا خلود يلا للمساعدة التطوير أكثر نقوله بقراءة سريعة تطوير المستخدم الأخير. بالنسبة للتزود من الخارج هنا إذا يمكن للمنشأة هنا استئجار متخصصين لتزويدها بخدمات مختلفة من الخارج في حالة عدم رغبتها باستخدام الموارد الداخلية في بناء وتشغيل نظام المعلومات. وانتهت طريقة التزود من الخارج في بعض المنظمات. لماذا؟ لأن المنظمات بدأت تشعر بأن هذه الطريقة ذات فعالية أكبر من حيث الكلفة، فيعتبر المورد الخارجي يعني أو المورد الخارجي يتمتع بدرجة اقتصادية أعلى حيث يخدم عدد أكبر من المنظمات ويمتلك خبرات متخصصة. يعني هام جدا هنا انتبهوا، قلت أن المورد الخارجي، من هو المورد الخارجي؟ الشركات المطورة لأنظمة التكنولوجيا في المعلومات التي من خلالها تقع عملية التزويد من الخارج أو عملية يعني العقد يعني ما بين الشركة وهذه يعني الشركة المطورة البرامج أو الشركة التي سوف يعني تؤجر المعدات والمختصين لكي بطبيعة الحال يطورون الأنظمة داخل الشركة أو يتابعون هذه الأنظمة. إذا هذا المورد الخارجي بطبيعة الحال يتمتع بدرجة اقتصادية أعلى. لماذا؟ لأنه يخدم كثير من المنشآت في نفس الوقت، وهو يمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال. فأكدنا على هذا، هو يمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال. إذا بطبيعة الحال ليست جميع المنظمات التي يمكن أن تجني الفوائد الكاملة عن طريق التزود من الخارج، فيمكن أن يسبب التزود من الخارج سلسلة من المشكلات المنظمة، خاصة إذا لم تفهم جيدا طريقة التعامل مع هذه الطريقة وهي طريقة التزود من الخارج وإدارة هذه الطريقة. إذا قدمنا 5 طرق لبناء البدائل، نظام البدائل بطبيعة الحال. الطريقة الأولى اللي كنا تحدثنا عنها وهي أطول طريقة وهي المنهج التقليدي في بناء النظام. الطريقة الثانية وقلنا وقدمنا فيها 5 مراحل وهي مرحلة تحقيق النظام أو مرحلة دراسة الجدوى، ثانيا مرحلة تحليل النظام، ثالثا مرحلة تصميم النظام، رابعا تطبيق النظام، وخامسا مراجعة النظام. إذا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التي قدمناها وهي طريقة النموذج التجريبي. الطريقة الثالثة وهي طريقة تطبيقات الحوزة البرمجية، والطريقة الطريقة الرابعة وهي طريقة تطبيقات الحوزة البرمجية، والطريقة الخامسة وهي طريقة تصميم المستخدم النهائي. إذا 5 طرق قدمناها وأكدنا أنه لا توجد طريقة أحسن من الثانية، بل على حسب بطبيعة الحال المجال الذي تشتغل فيه الشركة، على حسب الموارد التي تملكها الشركة، على حسب الموارد مالية بشرية مادية، على حسب المعلومات التي يملكونها إلى آخره. إذا كل هذا يخلي طريقة استعمال يعني ما هي الطريقة التي يمكن أن تتماشى مع المنشأة، كبيرة صغيرة حجم المنشأة إلى آخره. إذا أيضا
يمكن مقارنة جميع الطرق من خلال إيجابياتها وسلبياتها، من خلال إيجابياتها وسلبياتها. فيمكن هنا أن نتحدث على بعض الإيجابيات والسلبيات للخمس طرق هذه. شوف علشان ما بثقل عليكم سوف نقرأ بصفة سريعة الإيجابيات والسلبيات ما بين الخمس طرق. فمثلا بالنسبة للطريقة الأولى وهي طريقة دورة حياة النظام، من إيجابياتها مثلا عدم تجاهل أي متطلب من متطلبات التحليل، بينما من سلبياتها مثلا تكون بطيئة أو مقلقة، وهذا اللي رأيناه بما أنها تكون في مرحلة طويلة. من إيجابيات الطريقة الثانية طريقة نموذج تجريبي، مثلا طريقة نموذج تجريبي نعرف أنه يعني سريعة التنفيذ والتكلفة متاعها معقولة، وهي مفيدة خاصة عندما نكون الاحتياجات متاعنا غير مؤكدة. لم أقل هذا يا خلود، ما في كل قراءة كل معك بالله يا شباب، علشان ما ندخل في لو سمحتم كل المقرر معكم، علشان ما بدخل معاكم في لا قراءة سريعة ولا أي شيء. أعيد يا شباب كل المنهج معكم لو سمحت، لو سمحت ما في بالنسبة إلي كل معكم، كل ما هو موجود في المحاضرات المرئية واللقاءات الحية هو معكم في الاختبارات لو سمحت يا شباب. يعني ما راح ادخل لانه كل واحد حيسالني هذه قراءه هذه ما هي، حندخل في مكان يعني انا عندي ما معنى. ركزوا معي واشتغلوا معي ومرحبا بكم، اسئلتكم لو سمحتم اسالوا على البرنامج والمنهج. واضح؟ اذا قلنا بالنسبه من سلبيات طريقه نموذج تجريبي وهي بطبيعة الحال يعني غير ملائمة خاصة للأنظمة المعقدة والكبيرة، الأنظمة الكبيرة. بالنسبة للطريقة الثالثة وهي طريقة تطبيقات الحوزب البرمجية، من إيجابياتها تقليل احتمال التأخر في عملية التصميم والبرمجة والإنشاء والإدارة، وهذه حقيقة من إيجابيات هذه تطبيقات الحوزب البرمجية. بينما من سلبياتها عملية الضبط والإدامة تكون من قبل شركات خارجة عن المنتج. بالنسبة لطريقة تطوير المستخدم النهائي، بعض الإيجابيات على الأقل نتحدث على إيجابية، بطبيعة الحال بناء نظام مراقبة المستخدم وهذا يوفر من كلف وزمن تطوير. بعض سلبياتها بطبيعة الحال لا تقابل النظم دائما جودة المعايير النمطية. ايضا التزود من الخارج، لو اخذنا بعض الايجابيات بشكل سريع، اذا الطريقه الخامسه يمكن ان تقلل من الكلفه والسيطره عليها، هذه من الايجابيات. لكن من السلبيات مثلا تقلل من السيطره على وظائف انظمه المعلومات، فعمليه البرمجه سوف يقوم بها اشخاص خارجيون عن المنشاه وليس تابعون للمنشاه. هذا فيما يخص بعض الإيجابيات بصفة سريعة، بعض الإيجابيات والسلبيات للخمس طرق. الحين سوف نتحدث على آخر نقطة قبل أن نتعدى يعني إن شاء الله للكويزات، وإن أردنا المراجعة سريعة بالنسبة لجميع العناصر. إذا سنتحدث عن فريق محلل النظام أو فريق العمل إن أردنا. لا يا أسرع، لا 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 أقول هذا، لا يا أسرع عفوا يا لو سمحتم، كل المنهج معكم، كل الطرق معكم، لما في قراءة سريعة وغير سريعة، كل معكم. هل أنا واضح؟ كل المنهج لو سمحتم، ممتاز، جزاكم الله خيرا. إذا عندكم 20 محاضرة مرئية و 12 لقاء حي هم الذين يعني هم المعتمدين في بالنسبه للاختبارات. اذا قلنا بالنسبه لفريق محلل النظام، اذا فريق العمل هناك تحقيق وتطوير ومراجعه نظم تقنيه المعلومات بصفه مستمره، وهذا بطبيعه الحال يتطلب فريق عمل فعل، والحجم الفريق هذا والتشكيل النهائي له يتوقف على حجم المؤسسه وطبيعه نشاطها.
ايضا لابد ان يراعى في تشكيل فريق التمثيل مناسب للجهات المستفيده من النظام المعلوماتي المراد تطويره. بالنسبه لمسؤوليات فريق تحت قبضه مثل سريعه يمكن ناخذ هذه بعض المسؤوليات، من بينها دراسه جدوى تطوير النظام المعلوماتي، تحديد اهداف النظام المعلوماتي الجديد مراد تطويره او تطويره، دراسه النظام المعلوماتي الحالي للمؤسسه، جدولة مراحل التنفيذ وتحديد المدى الزمني لعملية التنفيذ. إذا ما هي وظيفة محلل النظام؟ هذا هام جدا. خلينا نشوف ما هي وظيفة محلل النظام. هام جدا أننا نعرف ما هي وظيفة محلل النظام. إذا يتولى هنا محلل النظام القيام بأكثر من دور. مثلا هو يقوم بعملية تحقيق وتنفيذ عملية تحليل. هام جدا أنه نعرف ما هو الدور الذي يقوم به. ايضا مثلا تحديد المشكلات واحتياجات المستفيدين. ممتاز يا ايمان، نعم يا نهى. ايضا وضع الحلول المقترحه، وبطبيعه الحال يعمل على حل التعارضات والخلافات بين المستفيدين والمستخدمين لنظام المعلومات. وهنا من الممكن ان يكون شخص واحد او فريق، فهو يحتاج الى المعرفه والمهاره والادراك العميق للمشكله موضوع الدراسه. إذا هام جدا أن هنا نعرف وظيفة محلل النظام، وظيفة محلل النظام. فإذا محلل النظام قلنا يعتبر مستشار وخبير وسرق الرئيس، وبطبيعة الحال يحتاج إلى إبداع وفن نفس في الإدارة، يعني الشخص الذي يدير المنشأة فهو يعني يمكن أن يكون هو بحاجة إلى الإبداع والفن، نفس الشيء المحلل أو محل النظام هو بحاجة إلى الإبداع والفن، هو بحاجة إلى خبرة عملية ومتراكمة ومستمرة وعلم أكاديمي. آخر نقطة سوف نتحدث عنها قبل ما نتحول إلى بعض الكويسات وأيضا مراجعة سريعة، فهي في صيانة النظام. صيانة النظام، إذا هنا يمكن إطالة عمر نظام جديد من خلال برامج صيانة مستمرة للنظام، وليكون بطبيعة الحال متلائما مع البيئة التي يعمل فيها والتي تتصف بالتغيرات الشديدة على فترات قصيرة من الزمن. هنا عملية الصيانة يقصد بها، يعني لو أردنا ما المقصود بعملية الصيانة هنا، إما تكون عن طريق الحث أو إضافة أو تعديل أو تحسين في عنصر من عناصر النظام أو أحد مكوناته. إذا أعيد، قلنا بماذا يقصد بعملية هام جدا لهنا؟ يقصد بعملية الصيانة إما حذف أو إضافة أو تعديل أو تحسين في عنصر من عناصر النظام أو أحد مكوناته. إذا يجب هنا تحديث البرامج من وقت إلى آخر لكي تلبي احتياجات المستخدمين من النظام، وأيضا ضرورة توثيق النظام لإجراءات مستمرة على النظام، يعني أي تعديل يقع توثيقه، وأي عملية بحث نفس الشيء أو إضافة أو تعديل في النظام أو في البرامج المستخدمة في النظام. كذلك ضرورة تحديث وثائق النظام، ضرورة تحديث وثائق النظام أول بأول بعد أي عملية تعديل أو تغيير في أحد عناصر أو مكونات أو برامج النظام. إذا هذا بحمد الله نكون بطبيعة الحال أنهينا يعني تقديم العشرين محاضرة المرئية ورجعت على العديد من العناصر وأعطيتكم أمثلة وقعية وفسرت لكم العديد من النقاط. إن شاء الله كانت الصورة واضحة. الحين لو اردت ان شاء الله سوف يعني اعطيكم بعض الكويزات، واحاول بطبيعه الحال ان كان لديكم اسئله يعني تخص المنهج مرحبا بها لكي اجيب عليها. اذا سوف اعطيكم بعض الكويزات، سوف ارجع ايضا ممكن على الكويز الاخير حق امس. ممكن احطه اخر شيء. يعني ما يعني تحديث وثائق النظام؟ بطبيعه الحال النظام اي تعديل عليه، اي تطوير في النظام عنده وثائق، يعني بطبيعه الحال تشرح عمليه البروسيسنج، يعني عمليه التحليل، عمليه طريقه ادخال بيانات، طريقه تشغيل النظام. فهذا بطبيعه الحال كل هذه الوثائق يجب تعد او تحدد اول باول. وشباب خلينا نشوفوا
كويز هذا لو سمحت. إذا ثلاثة أسئلة سوف أعطيكم أربع دقائق للتفكير. أوكي. هل الصوت واضح يا شباب؟ هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ إذا واضح، إذا أستاذ رنا ممكن الصوت من عندك. عفوا. إذا أربع دقائق أعطيكم، إذا تفضلوا بدأ الكويز الأول. ثلاثة أسئلة يا شباب. لو سمحتم سوف أقرأ عليكم الأسئلة. ما بيجاوب أحد إلا عن طريق النظام. ما تجاوبون خليوا الشباب يركزوا ويحاولوا أنه يعني يتدربوا على بعض الأسئلة. إذا السؤال الأول يقول، وهو سؤال صح وخطأ، تطورت نظم معالجة معاملات مع تطور الحاسب وقواعد البيانات. هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ صح أم خطأ؟ إذا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول، يعتبر نظام سجلات الرواتب، يعتبر نظام سجلات الرواتب مثالا لنظم، أعطيكم أربع خيارات، مثال لنظم التقارير الإدارية، أو مثال لنظم معالجة المعاملات، أو جي مثال لنظم المكتب، أو لا شيء مما سبق. يعني بطبيعة الحال أعيد وأقول أن الخيارات لا شيء مما سبق أو جميع ما ذكر أو ألف وباء لم تكون معكم في الاختبار، بل لازم حتلقاو أربع خيارات إن شاء الله. السؤال الثالث يقول تعتبر العلاقات بين نظم المعلومات المنظمة علاقات استراتيجية ألف، علاقات ترتيبية ثانيا، علاقات تبادلية ثالثا، ولا شيء مما سبق ذلك. رؤون أسئلة راح تكون بالطريقة هذه إن شاء الله. قدرة ربي يا تقريب. تابعوا معي، لو تابعتوا معي اللقاء التحية، أعيد أقول لو تابعتوا معي اللقاء التحية، رجع تقريبا على جميع، مش تقريبا، كل العناصر التي درسناها في المحاضرات، درستكم في المحاضرات المرئية، أجبت على العديد من الاستفسارات حقكم، وأنا دائما بانتظار الأسئلة فيما تخص المنهج. فلن أبخل عليكم بالإجابة والتفصيل. لا يا رشا، لا يمكن أن يكون هناك. رشا سألت سؤال ممتاز جدا. قالت رشا، قالت هل من الممكن أن يجيني نظام طبيعي وصناعي في نفس الوقت وثابت ومتغير في نفس الوقت؟ الإجابة لا يا رشا، مستحيل أن يكون طبيعي وصناعي في نفس الوقت، إما طبيعي أو صناعي، إما ثابت أو متغير. خلاص، ممكن كان متغير، ممكن كان طبيعي أصبح صناعي، لكن إما ثابت أو متغير، إما طبيعي أو صناعي، لكنه يمكن أن يكون نظام صناعي ومتغير في نفس الوقت. هل وضحت الإجابة؟ بالنسبة لبشرة، فكري واجتماعي في نفس الوقت، نعم يمكن، فقط هذه الحالة هذه. وأنا يعني في نظم معلومات يعني لا يتدخل فيها الفكري والاجتماعي. واضح؟ هل أجبت؟ نعم يمكن يكون صناعي ومفتوح بطبيعة الحال زي جهاز الحاسب، نعم يا أسماء، لكن لا يمكن يكون طبيعي وصناعي في نفس الوقت. لا 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 يا رشا، غير صحيح. عملية التنفس نعم هي طبيعية، والإنسان كيف يتحكم فيها؟ يعني هو عملية التنفس، هو سيتنفس حتى ولو قطع التنفس في وقت ما يجيب، لكنه سيتنفس. أنت لما تتكلمين تقدر يعني تتحكمين في عملية التنفس؟ لا لا. النظام الصناعي، وعي النظام الصناعي هو من الإنسان، من عند الإنسان، من عند البشر، يعني تدخل فيه البشر وغير فيه. هل واضح يا بشرى؟ أو عفوا ليست بشرى هي اللي سألت السؤال هذا وأعطاك خيار. رشا، واضح يا رشا؟
ان ركب له جهاز، شوفوا يا شباب، ان اصبح يتنفس عن طريق جهاز فهو اصبح سلاح بطبيعه الحال. هو التنفس يصبح عن طريق الجهاز. طرحت الفكرة؟ بالنسبة للكويت، لا الكويت هذا جديد ليس عكاً. إذا بالنسبة للكويت الإجابة عنه خلص الوقت. إذا بالنسبة للأجوبة، السؤال الأول يقول: تطور نظم معالجة المعاملات مع تطور الحاسب وقواعد البيانات، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة، نعم، الإجابة صح، ممتاز. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني يقول: يعتبر نظام سجلات الرواتب مثالاً لنظم معالجة المعاملات، الإجابة هي باء، الإجابة الثانية، نظم معالجة المعاملات. وليس نظم المكتب سجلات الرواتب، نظم معالجة المعاملات، الإجابة ب. واضح يا شباب؟ بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث يقول: تعتبر العلاقات بين نظم المعلومات في المنظمة هي علاقات تبادلية. ممتاز، علاقات تبادلية، إجابة ج. الإجابة هي تبادلية. إذا في سوف أعطيكم كويز أه، وأحاول أن أجيب على الأسئلة بتاعكم إن كانت على المنتدى لو سمحت. إذا كويز ثاني، إذا السؤال الثاني سوف أرجع على الإجابة بتاع قواعد بيانات مهزلة، ما عندك مشكلة، سوف أعطيك الإجابة على قواعد بيانات مهزلة، فقط أعطيكم الحين علشان تبدأوا تجاوبوا على السؤال وأرجع على سؤالك. سؤال ممتاز، أرجع على سؤال زميلتكم زي إيش تسأل عن قواعد بيانات مهزلة. إذا سوف أرجع بها، فقط عندي الحين سؤالين، أعطيكم 4 دقائق أوكي علشان منهم تجاوبوا على سؤالين وأجيب على الأسئلة التي أول بأول من عند زملائكم. إذا بدأ الكويز الثاني. إذا بالنسبة لي قواعد البيانات المهاجمة، قواعد البيانات المهاجمة أو هي تسمى قواعد البيانات العلائقية، هذه تعتبر نوع من أنواع القواعد البيانات. عندنا 5 أنواع من قواعد البيانات، هناك نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية، هناك نظم إدارة قواعد البيانات الهرمية، هناك نظم إدارة قواعد البيانات الشيئية والشبكية، وهناك نظم إدارة قواعد البيانات الشيئية، وهناك نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية الموجهة للكائنات. هذه نظم إدارة قواعد البيانات العلائقية الموجهة للكائنات هي يعتبر نظام مهجر. هاي لماذا؟ لأنه يعمل على توافق قدرات كل من نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية، إذا يأخذ جزء من قواعد البيانات العلائقية وذلك من أجل تحليل المعلومات التقليدية، والجزء الثاني الذي يأخذه من نظم إدارة قواعد البيانات الموجهة للكائنات وذلك لتقديم الصور والوثائق المتعددة. والعلائقية هي أكثر شيوعا. نعم يا فندم، هل هذا واضح؟ هل أجبت على أسئلتك؟
ايضا يا حصه نعم سجل الرواتب هو نتاج يجوزهم يعني معلومات محاسبيه ويعتبر يعني خلينا نقول سب سيستم او نظام فرعي في نظم معلومات المحاسبيه. نعم يا حصه عفوا يعني الاسئله لو يعني تداولا فاحاول ان يتابع عشان ما بضيع الاسئله بتاعتك. هذه ليست قواعد بيانات، نحكي على إدارة قواعد البيانات. فيه بيستعملوا الوسائط الإعلام المتعددة مثل جارة أو يستعملوا الشبكات العنكبوتية، تطبيقات الشبكات العنكبوتية. فهذه قواعد بيانات بطبيعة الحال الشيئية أو موجهة للكائنات. واضح الشباب؟ إذا بالنسبة للاختبار، الاختبار الثاني أو الكويز الثاني، الكويز الثاني يقول السؤال الأول: تشترك نظم المعلومات الوظيفية في السمات التالية. إذا أعطينا ثلاث أربع خيارات، الخيار الأول يقول: تتألف نظم معلومات الوظيفية من عدة نظم يدعم كل منها نشاط وظيفي معين. ثانيا تتكامل تطبيقات نظم معلومات الأنشطة. ثالثا لا لسه يا شباب لو سمحتم لسه الوقت. ثالثا تتفاعل نظم معلومات الوظيفية مع البيئة الخارجية. ورابعا لسه يا شباب ما تجاوبوا. ورابعا جميع ما ذكر. بالنسبة للسؤال الثاني لسه ما زلنا لسه الوقت لو سمحتم أعطيه فرصة لزملائكم علشان يجاوبوا. السؤال الثاني يقول: نظم التتبع الرئيسي، نظم التتبع الرئيسي إذا هي مثال لنظم معلومات ألف المحاسبة، نظم معلومات المحاسبية، ب نظم معلومات تسويق المبيعات، ج نظم التصنيع والإنتاج، ود نظم المعلومات الموارد البشرية. إذا خلص الوقت الحين، خلص الوقت يا شباب. إذا خلينا نعطيه الإجابات. إذا بالنسبة للسؤال الأول، بطبيعة الحال جميع ما ذكر. إذا تكتب نظم معلومات الوظيفية يعني هذه كلها يعني جميع السمات يعني بطبيعة الحال تتألف نظم معلومات وظيفية من عدة نظم يدعم كل منها نشاط وظيفي معين. أيضا تتكامل تطبيقات نظم معلومات الأنشطة. أيضا تتفاعل نظم معلومات وظيفية مع البيئة الخارجية. إذا فجميع ما ذكر. مع العلم انه لن يكون هناك جميع المذكر، هنا فقط زي ما نقول المراجعه. السؤال الثاني سؤال هام جدا، اذا نظم التتبع الرئيسي، بطبيعه الحال هو مثال لنظم معلومات التسويق والمبيعات. الاجابه اجابه بطبيعه الحال بقى. ممتاز جدا، ممتاز. شفتوا الاسئله ما يستعرض. اعطيكم كويز اخر يا شباب ان شاء الله. كويز ثالث. اذا سؤالين حاعطيكم نفس الشيء. أربعة أقساط إن شاء الله. إذا تفضلوا يا شباب. إذا سؤالين، السؤال الأول يقول تستخدم المنظمات بعض الفلسفات لجدولة التصنيع عن طريق نظم جدولة التصنيع. فنجد ألف جدول الإنتاج الرئيسي، باء عملية سحب التصنيع، جيم عملية سحب التصنيع وأداة
او اعداد خطه جدول انتاج رئيسي في المنظمه ولكن تستخدم معها طريقه كامبان. وجيم او دال عفوا جميع ما ذكر، دال جميع ما ذكر. هذا اخر لقاء يا شباب، هذا اخر لقاء، لقاء الثاني عشر ان شاء الله. بالنسبه للسؤال الثاني يقول لا تجيبون يا شباب لو سمحت، خليه شباب بتجاوب. السؤال الثاني صح او خطا؟ تدعم نظم معلومات الموارد البشريه مراقبه برامج الصحه والسلامه والامان في الشركه، هل العباره صحيحه ام خاطئه؟ اذا هل في اي استفسارات اخرى يا شباب؟ انا معك بانتظار الوقت باقي دقيقتين علشان يخلصوا. نعم هذه اخر محاضره يا خلود، نعم هذا اخر لقاء حي ان شاء الله. اي سؤال اخر مستعد اجيب على جميع الاسئله على نظام الدرس تخص المقرر، فلا تبخلون علي من اسئلتكم، تفضلوا وانا مستعد على الاجابه. اصلا اوريدي يعني احنا عاملين محاضره كامله، كنا قدمنا المصطلحات الانجليزيه تقريبا لم تكن موجوده يا بشر. انا قلت انه هناك ثلاثة أو أربعة أو خمس مصطلحات باللغة الإنجليزية كنت أتحدث عنها في اللقاءات الحية فقط وليست صعبة، لكن أنا أحاول أبتعد عنها بدالا في اللقاء. الاختبار سهل والله يا شباب لو تركزون على، بطبيعة الحال أنا رجعت في اللقاءات الحية على جميع العناصر، ركزوا معي قدرة ربي سبحانه وتعالى ما في إلا الخير. لا يا إيمان الأسئلة ليست مشابهة، أسئلة تختلف بفضل الله والله يوفقك. ما عندي فكرة، ما عندي فكرة يا وليد عن ماذا تتحدث. بالنسبة لي كل مهم وجميع العناصر مهمة، وكل ما درسناه في اللقاءات الحية والمحاضرات البقية هي معكم. خلاص ما تسألوني أسئلة زي كده، تسألوني أسئلة مباشرة تخص المنهج. السؤال الأول بفسره لك ما عندكش إشكال، لحظة بخلص وبفسر لك السؤال الأول في كويس تقصدين؟ هناك فرق ما بتعرف ما بين وظيفة نظام ونوع نظام. كل عندنا العديد من انواع النظم، عندنا مثلا نظم معالجة المعاملات، عندنا نظم المكتب، نظم العمل المعرفي، نظم دعم القرار، وكل نظام عنده وظائف معينة. ما تخافين يا تغريد ان شاء الله يا رب بالنجاح وبالتوفيق. اذا انتهى الوقت، انتهى الوقت. اذا السؤال الاول يقول تستخدم المنظمات بعض الفلسفات لجدول التصنيع عن طريق نظام جدول التصنيع، فنجد اولا جدول الانتاج الرئيسي، ثانيا عمليه صحن التصنيع، ثالثا عمليه ان اردنا اعداد خطه جدول الانتاج الرئيسي في المنظمه، ونستخدم معها عمليه فتح التصنيع او نستخدم معها طريقه كامبان. فبطبيعه الحال الاجابه تكون د، جميع ما ذكر. ممتاز رائع يا شباب جميع ما ذكر. نعم يا شباب مراجعه كويسه بالنسبه لاستعمال بعض الفلسفات في عمليه جدول التصنيع. السؤال الثاني يقول، تدعم نظم معلومات الموارد البشريه مراقبه برامج الصحه والسلامه والامان في الشركه، بطبيعه الحال عباره صحيحه. نعم صح. نعم صح. اذا اعطيكم ايضا كويس ثاني لو سمحتوا يا شباب.
إذا أعطيكم إن أردتوا دقيقتين ثم نعطيكم كويس ثاني أيضا كويس أخر. يلا شباب بدأ الكويس. السؤال الأول يقول ثلاثة أسئلة. يلا علشان أعطيكم كويس آخر أيضا. إحنا قاعدين نعمل في المراجعة على طريق الكويزات. إجابة السؤال الثاني صحيح. صح. نعم. إذا بالنسبة للسؤال الأول يحل للمحتوى دور فعال خلال تحول بيانات إلى معلومات، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ للمحتوى دور فعال خلال تحول بيانات إلى معلومات، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ السؤال الثاني يقول من فوائد نظم المعلومات الإدارية نجد ألف تقديم المعلومات للمستويات الإدارية المختلفة، ب تقديم المعلومات للأقسام المختلفة، ج تجهيز المعلومات الملائمة بشكل مختصر، ود جميع ما ذكر. السؤال الثالث يقول القرارات المهيكلة هي قرارات روتينية ومتكررة، هي قرارات يكون فيها جزء من المشكلة واضح، هي إجراءات شبه محددة، أو جميع ما ذكر. إذا هذه ثلاثة أسئلة. يلا الإجابة سهلة جدا. باقي 40 ثانية. يلا تقريبا خلص الوقت. يلا يا شباب اذا بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الاول يقول للمحتوى دور فعال خلال تحول بيانات الى معلومات. بطبيعه الحال هنا الاجابه صحيحه، الإجابة صحيحة، ممتاز جدا. السؤال الثاني يقول من فوائد نظم المعلومات الإدارية نجد تقديم المعلومات المستويات الإدارية المختلفة، تقديم معلومات الأقسام المختلفة، تجهيز معلومات ملائمة بشكل مختصر، إذا جميع ما ذكر. نعم. السؤال الثالث يقول القرارات المهيكلة هي قرارات روتينية ومتكررة، قرارات يكون فيها جزء من المشكلة واضح، وإجراءات شبه محددة، وجميع ما ذكر. بطبيعة الحال هنا القرارات المهيكلة الإجابة ألف، هي قرارات روتينية ومتكررة. السؤال الثالث إذا القرارات المهيكلة هي قرارات روتينية ومتكررة. واضح شباب؟ أعطيكم إذا كويز أخير، أظن الوقت دهما، أعطيكم كويز أخير يا شباب. إن شاء الله يكون ممتاز غير أيضا الكويز هذا. يلا يا شباب في ثلاثة أسئلة. إذا دقيقة فقط لنسيبها سريعا. السؤال الأول يقول من فوائد نظم المعلومات الإدارية نجد تسهيل التحاور بين النظام والمستفيد للرد على الاستفسارات المختلفة، هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يلا ايش الجواب يا شباب بصفة سريعة، يمكن جواب بطبيعة الحال هناك إجابة صح. هذا كنت أعطيتكم أولا سهل جدا راهو كويس هذايا الكويز هذايا الكويز. السؤال الثاني يقول ممتاز جدا هذا السؤال، انتبهوا منه. العناصر الأساسية لنظم المعلومات، ما هي العناصر الأساسية لنظم المعلومات؟ هل هي الموارد المادية والموارد البشرية؟ لا بطبيعة الحال يعني هي جزء فقط، بل هل هي المدخلات ومعالجة ومخرجات فقط؟ لا. هل هي مدخلات ومعالجة ومخرجات ومراقبة وسيطرة بيئية؟ نفس الشيء لا، بل هي الأفرع والأجهزة والشبكات والبيانات والبرمجيات. إذا أعيد سؤال هام جدا هنا، من العناصر الأساسية لنظم معلومات نجد
الأجهزة، الأفراد، الشبكات، البيانات والبرمجيات. صحت الفكرة يا شباب؟ الإجابة لا. وآخر سؤال، أعطيكم فقط خيارات يا شباب. آخر سؤال يقول وانتهى الوقت: المعرفة الصريحة بطبيعة الحال هي معرفة منظمة المحدودة المحتوى. الإجابة جي، المعرفة الصريحة هي المعرفة المنظمة المحدودة المحتوى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وأي سؤال يمكن أن تصلوا على نظام التدارس. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.